وطبعا ربنا يشفي كل الطلبة يعني ويكمل شفاهم لو لسه في حد في المستشفيات. بالنسبة لتسمم طلبة أو طلاب الأزهر، هل هي مؤامرة لإقالة شيخ الأزهر أم استغلال موقف لاستكمال مشروع التمكين وأخوانة الأزهر؟ طيب، اللي بيقولوا إنها مؤامرة بيقولوا مؤامرة ليه؟ حضراتكم لا تنسوا قانون السكوك اللي هو كانوا مسمينه إسلامية وبعد كده ما عرفش سموه صكوك إيه، وكان مفترض إنه يروح للأزهر علشان يعني يوثقوه أو يعني يوافق عليه، والأزهر مش موافق، وشيخ الأزهر أعلن ده أكتر من مرة إنه غير موافق على هذا القانون وبالتالي لا يمكن تمريره، لكن الشورى مصرين والرئاسة مصرة إنها تمرره. وبالتالي من هنا بقى جاءت فكرة إنه في مؤامرة عشان شيخ الأزهر هو اللي مش موافق على هذا القانون. المجلس الأعلى للأزهر يصدر قرار بإقالة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر على خلفية تسمم نحو 600 طالب. المجلس الأعلى أصدر هذا القرار بعد وقعة التسمم ولأن في طلبة كتير راحوا واعتصموا. دعا المجلس الأعلى للأزهر إلى تشكيل لجنة عائلة لإجراء انتخابات على منصب رئيس الجامعة، وسادت الحالة من الفرحة بين الطلاب بعد صدور قرار إقالة العبد. في الأزهر مجموعتين، مجموعة اللي هو اتحاد طلاب الأزهر وفي مجموعة اتحاد الطلاب الإخوان في الأزهر. فحتى اتحاد الطلاب اللي هم العاديين اللي هم طلاب الأزهر اللي ملهمش انتماءات يعني سياسية معينة، كانوا قالوا إن مطالبنا إقالة رئيس الجامعة ونوابه، لأن هم بيعانوا من مشاكل كتيرة من فترة، فبالتالي ده كان مطلبهم، وان يتم النظر ويكون الاشراف في اشراف صحي كامل على الطعام في المطاعم، وده طبيعي ان لما تحصل مشكله زي كده تكون دي المطالب. لكن شباب الاخوان اللي هم اتحاد شباب الطلبه اللي هم من الاخوان كانوا جاهزين باليافطات بتاعتهم، وكل طلبهم انه يجب ان يتحمل رئيس الشيخ الازهر المسؤوليه السياسيه، لأنه لازم هو المسؤول سياسيا الأمور كلها اللي ليها علاقة بالأزهر وبالجامعات وكل حاجة بتخص الأزهر المفروض أنه بيرأسها شيخ الأزهر، فقال لك هو اللي يتحمل المسؤولية السياسية ويجب أن يقال. طبعا عندنا النشطاء مش ساكتين، اتكلموا بقى وعاتبوا مرسي وقالوا له انت مش فاكر وقت الحادث بتاع اسيوط، خلينا ما نقولش حاجات كتير. طبعا كله قال يعني هو الرئيس ما تحملش مسؤوليه سياسيه لحاجات كتير جدا ليه، لكن وقت الحادث بالتحديد بتاع الاطفال، ودول على فكره كانوا اطفال معاهد ازهريه، لا شفنا حد وقف بيافطات ولا شفنا اعتراضات ولا شفنا اي حاجه خالص، ده حتى ما راحش زارهم، لكن الرئيس راح زار بعض الطلبه في المستشفيات الفخمه اللي كان كل مريض نايم على سرير واحد من اللي هم الطلبه المسممين اللي اصابوا بالتسمم، لكن كان في مستشفيات تاني كان السرير الواحد فيه ثلاثة. عموما بيقولوا له يا ريس، ساعتها كل الردود اللي اتردت علينا وقالت لنا لما قلنا ان الرئيس بيتحمل المسؤوليه السياسيه لحادث كبير مثل ده، اصطدام قطر بحافله باتوبيس وماتوا فيه اطفال 51 طفل وطفله من المعاهد يعني يعتبر تابعين لمعهد ازهري، ساعتها اترد علينا وقال لنا هو يعني رئيس الجمهوريه اللي كان سايق الاتوبيس ولا هو اللي كان سايق القطر؟ طب يعني دلوقتي الرد الواقعي هو يعني شيخ الأزهر هو اللي كان طباخ في المطعم؟ مش كده ولا إيه؟ فلو الرئيس تحمل مسؤولية سياسية على كل الحوادث وعلى كل المشاكل اللي حصلت في مصر، يجي شيخ الأزهر يتحمل هذه المسؤولية ونعتبره إن هو اللي كان بيطبخ في الأزهر يعني؟ فطبعا يعني الحقيقة هذا الأمر أعزائي المشاهدين أمر غريب المنظر الحقيقة. طيب احنا معانا ومع حضراتكم الآن الحقيقة في هذا الموضوع، واحنا معانا بعض الفيديوهات ومعانا أمور كثيرة بالنسبة للموضوع ده لأنه ده كان موضوع هام جدا. فاحنا معانا الدكتور مصطفى الشيخ، عفوا مصطفى، عفوا انا كنت احنا كنا بنحاول ان يكون معانا الشيخ محمد عبد الله، لكن معانا دلوقتي الاستاذ مصطفى السيد صحفي بالمصر اليوم، وهو كان بيغطي هذه المظاهرات اللي هي تحولت الى اعتصام. استاذ مصطفى برحب بحضرتك معانا. قول لنا حضرتك الوضع، طبعا كانت هل حضرتك رصدت الموضوع منذ الفتره الساعات الاولى اللي لقينا فيها صور ل الطلبة من الأزهر ومعاهم شباب من الإخوان رافعين يافطات بتطالب بإقالة شيخ الأزهر؟ يعني بس حصل حالات التسمم والموضوع صعد وحصل مظاهرات وحصل اعتصام، انا كنت مع الطلاب امبارح في الاعتصام يعني كنت من ضمن اليوم بغطي فيها ميدانيه،
الطلاب قالوا لي احنا مطلب شيخ اقامه الشيخ الازهر ده هيبقى مطلب تصعيدي، ان لم يقيل الاستاذ اسامه العبد رئيس الجامعه هنطلب اقامه الشيخ الازهر لانه ينتمي الى التيار السوفي، فانه من فنون النظام السابق وكان انفعاله مثلا السياسات، فهذا سيكون مطلب تصعيدي ان لم يقيلوا ان لم يقيل الشيخ رئيس جامعه الازهر الاستاذ اسامه صعيد، لكن ما هوش مطلب اساسي. طيب وحصل النهارده الحمد لله اهو المجلس اصدر قرار باقاله الدكتور اسامه العبد، رغم ان هو كان في كمان مطلب تاني، يعني انا شفت احدى الطلبه وهو بيتكلم في احدى اللقاءات التلفزيونيه كان بيطالب بانه كمان يتم اقاله نوابه، لكن عموما اللي احنا عرفناه انه الاعتصام اتفض وانه كان في سعاده بمثل هذا القرار. هل حضرتك شايف انه ممكن يكون في تصعيد تاني ولا كده خلاص الامر هينتهي عند هذا القرار؟ نعم انا النهارده كنت موجود في جامعه الازهر، كان في بعض الطلاب عاملين حصان طاير داخل مبنى اداره الجامعه، لما وصل لهم قرار باقاله رئيس الجامعه وسام عبد رفضوا فض الاعتصام لحين بدء التحقيق مع كل من تاثرت في هذه القضيه، ولحين اقاله الثلاث نواب بتوع رئيس الجامعه. هم قالوا لي ان احنا مش هنفضل اعتصامنا لحين التحقيق مع الناس واقاله الثلاث نواب. لكن بالنسبه للاعتصام في مشيخة الأزهر ده تم فضه فعلا. طيب يعني كان في اتنين اعتصام دلوقتي يا استاذ مصطفى، الاعتصام اللي في مشيخة الأزهر تم فضه الحمد لله، الاعتصام التاني معلش كان فين؟ أأكد بس من حضرتك مكانه. في إدارة الجامعة، لأن إدارة جامعة الأزهر، حوالي من 10 ل 15 طالب بس يعني. طيب ودول موجودين يعني لسه موجودين يا أستاذ مصطفى؟ موجودين، انا كنت ساعه صدور قرار اقاله اسامه العبد رئيس الجامعه، وكان في فرح عارمه وقبول ورئيس افاد باسقاطه، لكن طالبوا ان احنا مش هنفض الاعتصام غير لما يتم تحقيق فتح يعني تحقيق موسع مع كل من ثبت تورطه في هذه القضيه واقاله الثلاث نواب بتوعه، لان طيب انا بشكرك يا استاذ مصطفى لان بس بدا الصوت ان احنا مش هنستمع، لكن عموما احنا كده بنشكر حضرتك جدا انك وضحت لنا زي ما انا كنت سمعت احد الطلبه في هذا الامر ان هم مصرين مش بس اقاله اللي هو يعتبر رئيس الجامعه دكتور اسامه العبد، لكن كمان الثلاث نواب، لان هو قال لك احنا مش عايزين نتفاجئ بعد كده انهم صعدوا لمنصب الرئيس واحد من نوابه، لان كلهم مشتركين الحقيقه في انه في امور كثيره مش بس موضوع الطعام الفاسد دلوقتي، وزي ما قال لنا دلوقتي الاستاذ مصطفى انا بشكره جدا من صحفي مصر اليوم انه المعتصمين عددهم قليل اللي هم في مبنى الاداره مصرين على استمرار الاعتصام لحين التحقيق وكمان اقاله النواب. عموما خلينا نشوف مع بعض الحقيقه كل الناس توقفوا عند انه ما تفتكروش ان مثلا يافطات، انا مش عارفه اذا كانت معانا الصوره اللي هي اعتقد معانا الصوره اللي هي كانت على حد يفسر لي الكلام ده، لا معلش الصوره اللي هي واضح فيها اليافطات اللي هي في عربيه اسعاف معاهم بينهم وبتقول ان حد يفسر له، ايوه الصوره دي، الصوره دي طبعا اول صوره انتشرت لو تاخدوا بالكم العربيه البرتقاني دي عربيه الاسعاف، كان الوقت ده اللي هو المفروض لسه عربيه الاسعاف رايحه عشان تنقل طلبه تاني، فاللي قال لك اللي علق على هذه الصوره بيقول حد يفسر لنا الكلام ده، ازاي تكون حالات التسمم بتاعه جامعه الازهر لسه ما اتحركتش من مكانها المدينه الجامعيه وتلاقي عشرات بل مئات اللافتات المطبوعه مش مكتوب بخط الايد، لا دي مطبوعه جاهزه ومعده سابقا طلعت فجاه، لما بيكون في مشكله في الكهرباء الحكومه بترفض انها تقيل وزير الكهرباء، لما بيكون في مشكله في الداخليه الحكومه بترفض انها تقيل وزير الداخليه، على هذه الشاكله مشاكل كتير في وزارات كتير والحكومه بترفض اقاله اي حد بما فيهم كمان دلوقتي الرئيس لما جينا نحمله مسؤوليه اي حادث من الحوادث الكبيره اللي حصلت قال لك الرئيس مش مسؤول. فبيقول بقى حد يقدر يقول لي التساؤل هنا، ليه النظام الاخواني عايز يمشي شيخ الأزهر مش بس رئيس الجامعة، وليه ده بيتزامن مع عرض مشروع الصكوك على الأزهر للمرة الألف علشان يتمرر والأزهر رافض أنه يتمرر؟ خلينا نشوف مع بعض بعض التعليقات دلوقتي، عندنا تقرير من بلدنا بالمصري وركزوا ان في هذا التقرير زي ما بقول لحضراتكم مش بس الطلاب اللي خرجوا باليافطات لكن كمان الدكتور عصام عريان في مجلس الشورى الحقيقه كان له هذه الجمله بانه يجب على رئيس على شيخ الازهر ان يتحمل المسؤوليه السياسيه. شوف مع بعض هذا التقرير. ودي مؤامره وعلى غير العاده. انتفضت كل اجهزه الدوله عقب تسمم اكثر من 500 طالب
بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر. 15 20 يوم ان حالة تسمم الاكل مش حلو وكذا وكذا وكله برضه وبيحصل ولا في حد بيستجيب لنا. اقسم بالله اقسم بالله يوم السبت اللي فات وانا باكل لقيت دودة في وسط الرز، دودة رحت عملت لها بلاغ. احنا شعب مصري اولا، احنا نهضة الجيل، الجيل اللي جاي ده احنا، اما لما احنا نموت ايه في تاني باقي؟ عايزين اقاله، اقاله اسامه العبد رئيس جامعه الازهر، عايز اقاله اسامه العبد، اقاله رئيس المدينه، ثلاثه تحسين الاكل، ارحم شيخ الازهر ويرحم اسامه العبد. الرئيس مرسي زار المصابين في مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وناقش مجلس الشورى تداعيات واقعة التسمم، وتقدم العديد من النواب ببيانات عاجلة. الأزهر هيئة مستقلة، وفضيلة الإمام الأكبر غير قابل للعزل بنص الدستور، والجامعات المصرية تنظمها مادة 59 أنها أيضا مستقلة. نحن أمام موقف دقيق. أمس كنا نحيي شباب مصري عظيم رغم كل المعوقات، واليوم نتضامن مع شباب مصري يعقد العالم كله عليه آمال ليحمل رسالة الأزهر إلى الدنيا. الحقيقة اللي أنا شفته في التلفزيون الحقيقة دودة أذى، يعني ما هياش دودة أكل خالص، ده تهريج. يعني أنا شايفة إن ده تهريج، أنا شايفة إنه الناس ما شاء الله اللي شافوهم في المستشفى دول يعني الحمد لله 500 طلعوا على طول، واشك ان ال 60 التانيين يعني تعبانين لدرجه ان هم يصطفوا في المستشفى. طب تفسير ايه اللي بيحصل ده يا فندم؟ حلوه يعني حضرتك، انا بتكلم على جامعه الازهر بصفتي بشتغل فيها، انا وكتير من اعضاء هيئه التدريس شايفين ان الموضوع ده مدبر، طبعا باين جدا الحكايه متبيته من بالليل، التسمم ده بيحصل في كل حته، شفنا ناس بتتفرم بالقطورات، ما حدش راح لا زارهم ولا سال عليهم ولا طلبوا باقاله وزير نقل ولا رئيس جمهورية ولا حاجة. مش فاهمة الرابط بين الطلبة وإصرارهم إن هم يعملوا مظاهرات النهاردة وإنهم يروحوا بيها لمشيخة الأزهر. يعني إحنا، يعني أنا بكلم حضرتك على رأي عام ما بين دكاترة، واخد بال حضرتك؟ فأنتم كدكاترة شايفين إنها مؤامرة يعني؟ بالظبط، طبعا شايفين انها مؤامره، وسمعت، انا مش قادره اتاكد من الكلام ده، بس سمعت ان في تحليل اتعمل وما فيهوش حاجه. يعني انا مش قادره افهم ال 500 اللي ربنا يديهم الصحه يعني قاموا على طول، الحاجه يا اما خفيفه يا اما مدبره. وبعدين حضرتك الحيله بتاعت ان الواحد بيحط حاجه في الاكل دي معروفه من زمان، الناس اللي مش حاجه، ده طبق الرز فيه 40 دوده، يعني انت لو عايزه تلم الدود ده من حته مش هتعرفي تجيبيه. ده دود أزهر حضرتك اللي متصور ده، يا ريتهم يعرفوا يظبطوا الشكل. وبعدين هي صعبه يعني ان الواحد يحط حاجه في اكل، صعبه يعني ويصورها ويقول. بس الناس دي بتشتكي ان مستوى الاكل فيه مشكله فعلا بقاله شهور، غير موضوع الدود يعني. مستوى الاكل حضرتك لما تكون ناس في مدينه جامعيه وبياخدوا حاجات بسعر مخفض، ما سمعناش احنا عن مشاكل شخصيا، يعني ما سمعناش، ما في كليتنا ما سمعناش ان حد بيشتكي من الجامعه الحاجات العاديه ان ما فيهاش رفاهيه، وهم بالنسبه لجامعات كثيره كويس جدا، في جامعه الازهر وكلياتها مستواها كويس جدا وتاسيسها كويس جدا وعدد الطلبه كويس جدا وما فيش دروس خصوصيه، يعني اوضاع كويسه جدا. فيعني طبعا احنا شايفين ان الموضوع مدبر، ويعني احنا اذا كان رئيس الجامعه او النواب بيبذلوا جهد كبير، وفوق كل ده شيخ الازهر اللي هم بطريقه مش مفهومه ومدبرين وحاطين تقرير من مجلس الشورى قبلها بيوم مصورينه تصوير وبلغه واحد كده بيتكلم، يعني ريبورت معمول مخصوص. دي دكتوره بتشتغل في الازهر فهي ادرى بالامور، وطبعا وضحت، واحنا معلش ما جبناش الفيديو بتاع الدوده دي، كان قبل الكلام ده بكام يوم كانوا عارضين فيديو واحد طبق وفي فعلا دوده از يعني في بسله وجزر، فطبعا يعني صعب ان تكون دوده زي كده. عموما يعني انه الاكل كان عمرو اديب اشار انه الوجبه دي المفروض ثمنها 27 قرش، يعني بكل المقاييس مفيش حاجه ب 27 قرش، وانه احنا نعلم انه في المدن الجامعيه يجب الاهتمام بموضوع الاكل والاشراف الصحي عليه، لكن هنا تحويل القضيه لموضوع اقاله رئيس اقاله شيخ الازهر طبعا هو ده اللي عليه علامات استفهام، ونتمنى ان الامور تهدأ وانه يكون في ادراك انه ما ينفعش ندخل الامور دي في دي، لان الكل بيفكر ايضا قتل جنودنا في
في رفح الجنود ال 12 او 13، كان بعديها على طول كان في استبعاد لطنطاوي وسامي عنان. فهل الموضع هنا برضو عشان نستبعد شيخ الازهر؟ فكل دي كلام اتمنى يكون بيوصل للرئاسه وتعي ان الامر كده ما ينفعش ان يكون في مثل هذا الامر. طيب.